يعيش بعض المتزوجين في بداية حياتهم الزوجية في بيت أهل الزوج، الأمر الذي يؤدي إلى كثير من السلبيات بحسب ما تراه بعض الزوجات. ممكن توافق إنك تعيش مع أهل زوجك؟ إنه هو شخص يستاهل، أهله ناس كويسين ومحترمين معروفين، عادي ما فيش حاجة. مادام أنا اللي هبدأ بحاجة كويسة معاهم مش هيبقى فيه مشاكل، بس أنا ممكن أقدر الظروف مثلا لفترة معينة. مش بحب بيوت العائلة والكلام ده، بيبقى فيها مشاكل كتير. لو ممكن لو أهله كيوت مثلا ممكن أوافق. لو زوجك وعدك قبل الخطوبة بسكن مستقل وعشان الظروف اضطر إن يعيش مع أهله، هتعملي إيه؟ لو أنا بحبه هقدر ظروفه دي وهقعد معاه عادي، ولو أنا بحبه هتقبل أي حاجة منه، مفيش مشكلة عادي. ما التزمش بوعده ونشوف ممكن هل الظروف اللي هتبقى مؤقتة ولا هتبقى بصفة دايمة. مؤقتة ماشي، مش مؤقتة لا مش هوافق، هبعد. ممكن أفكر في الموضوع شوية وافق بعد كده عادي، طالما هو قد وعده استحمل ظروفه. لكن أنا وأنا عارفة بقى بتاع لعب وكده، لا ما استحملش ظروفه. رأيك إيه في زواج البنت مع أهل زوجها في نفس البيت؟ لا انا عن نفسي بنتي لا ما تتجوزش مع اهل جوزها. وايه يعني ادام ناس كويسين وخلاص. لو هي بتتعامل معاهم كاسره كاب وام وهم يتعاملوا معاها كبنتهم، هي هتكسبهم وهم هيكسبوها. لا انا رافضه الموضوع تماما. بالفعل بنتي جالها عريس وانا رفضت ورجع قال لي اجيب لها شقه بره. اذا كان اهله يعني انا عارفه اهله كويس هم بتوع ربنا كده وهيتقوا الله فيها عاملاها زي بنتهم، انا ممكن اوافق. مفيش مانع خالص، انا بنتي مخطوبه هي عادي هتخش يعني هتقعد مع اهل جوزها عادي، مفيش اي حاجه. لا هو احسن حاجه ان البنت تتجوز لوحدها عشان يعيشوا حياتهم زي ما احنا عشنا حياتنا. هو بصراحه سكن البنت مع اهل زوجها يعني خلينا متفقين ان لازم تحصل مشاكل، ده شيء اكيد يعني. هل كل المرات اللي بتتجوز فيها البنت مع اهل زوجها بيحصل فيها مشاكل؟ لا، في ناس كويسه وبتعامل ولاد الناس زي عيالها بالظبط، وفي ناس مش كويسه. طبعا اكيد بتبقى كانها جره في البيت، ساعات بيحصل مشاكل يعني. الحما بتبقى حما في كل الاوقات يعني، ساعات بتبقى كويسه وساعات ما بتبقاش كويسه. المشاكل هي بترجع حسب الثقافه والسيكولوجيه، لو في ثقافه في التعامل الاثنين هيتعايشوا مع بعض كويس جدا. لا في بسبب مشاكل ما نحكش على بعض، ده بسبب خاصه في الظروف الاجتماعيه اللي احنا فيها والظروف الاقتصاديه والتعارف. لو الشاب اللي تقدم للبنت وعدها قبل الزواج بسكن مستقل وعشان الظروف اللي احنا هنقعد مع والدته او مع اهل بيته، رد فعلك ممكن ساعتها يكون ايه؟ توقف الجوازه ولا تعمل ايه؟ لا بص حضرتك، هو الاتفاق بيبقى حسب الظروف، ممكن يتفق معاها والظروف ما تسمحش، فمش عيب ابدا ان هي تعيش معاه مع والدته. لا هو طبعا ايه كل شيء بقضاء الله، بس احنا مش هنوافق على كده. لا هرفض، اصل ده مبدا من الاساس ان انا مش عايزاها تعيش يعني مع حماتها او مع اهل جوزها، فانا عايزاها حياه مستقله مع نفسها. تغيير الكلام ده لا ما بحبوش خالص، بينزل من نظري اي حد يغير كلامه. لا انا ممكن اكمل اسالها، هي لو هترضى بظروفه وتتحمل خلاص تمشي جوازها. لو انا من اول مبدا انا موافق عليه اوكي خلاص اتفقنا مع بعض وقلنا مع بعض، لكن بعد كده ده يبقى كدبه بقى. هكذا تبينت الآراء حول قضية مسكن الزوجية، والسؤال هنا كيف نحقق توافق عند اللجوء إلى المسكن مع أهل الزوجية؟